هل من نصيحة للشباب الذين يسهرون الليل وينامون عن صلاة الفجر وكذلك صلاة العصر بحجة النوم؟ النوم ليس حجة في هذه الحالة. النوم إذا غلبك بعض الأحيان يكون حجة أما أو عذر، أما يتخذ هذا عادة وينام ويقول متى ما دمت أصلي فهذا ليس حجة وليس له صلاة، لو صلى ما له صلاة. اتقوا الله يا عباد الله، صلاة في مواقيتها. قال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في أوقات بينها الله ورسوله، فلا يجوز أن يتلاعب بها وأن الإنسان يصليها جميع في وقت واحد، هذا ما يجوز ولا تصح الصلاة هذه، لأنها ليست الصلاة التي أمر الله بها.